أولياء الأمور، أهلا وسهلا فيكم في مدرسة عدلية الهزيل. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية أتقدم لكم بأحر التهاني وأطيب التبريكات، متمنيا أن تكون هذه السنة كغيرها من السنوات حافلة بالنجاحات إن شاء الله. هذه السنة كغيرها من السنوات راح نركز على ثلاث أمور، اللي هي تقليص الفجوات بين الطلاب، تقليص نسبة التسرب في المدرسة، ولكن في أمرين هالسنة مهمين راح نركز عليه. الأول هو التميز والامتياز في موضوع العلوم الرياضيات واللغة الإنجليزية، والثاني ترسيخ القيم الإنسانية المحبة والانتماء. طبعا طلابنا الأعزاء، ودي أوصيكم بحاجتين مهمات. الأولى الالتزام بالدستور تبع المدرسة والاستماع للمعلمين، وكل عام وانتم بخير. معنا ضيف عزيز على مدرستنا نائب رئيس البلدية الدكتور عادل الهزيل، مسؤول